في آسيا. لن أقوم بتكرارها كلها، تعرفون عنها. برأيي أن هذا أمر مطلوب وفي حينه، وكل المشاركون دعموا ذلك. طاب نهاركم. إزفيستيا، لقد انتهت الجلسة الأولى لمنتدى آسيا الوسطى وروسيا. حسب وجهكم، ما هو التقابل مع دول آسيا الآن؟ حتى أكثر، فالتجارة المتبادلة تزداد وبوتيرة أسرع من الأعوام الماضية لأسباب مفهومة ولا داعي للشرح هنا. نقوم بتنمية سلاسل لوجستية جديدة تمر بهذه البلدان، والبلدان معنية بذلك. وفي النهاية تبرز إمكانيات جديدة من وجهة نظر التعاون ومن زاوية تنمية التنافسية وبعض الشركات التي غادرت. نرى في إمكانية إعادة ترميمها وإقامة منصة تقنية جديدة بما في ذلك في بلدان آسيا الوسطى. وبالنسبة لنا هذا أمر مثير للاهتمام أيضا بالنسبة لشركائنا. هذا هو الجزء الأول. أما الجزء الثاني يكمن في أنه في كيفية تنظيم ذلك. على سبيل المثال، عمل المؤسسات المالية والانتقال للعمل المحلية في أي كميات وحجوم، وكيف يمكن التنظيم نقل المعلومات المالية. هنا الكثير من المسائل التي في حلها شركاؤنا في وسط آسيا معنيون بالطبع. ولا أقول هنا فيما يتعلق بالأمن ومكافحة الإرهاب. أيضا لدينا وضع في أفغانستان. نعم، نحن نبحث ذلك على ساحة منظمة المجتمع الجماعي والربط المستقبلي، ولكن هذا يعني قبل كل شيء بلدان آسيا الوسطى، وبالتالي إطار أساسي أو مستقل لن يعق ذلك، بل هو مطلوب. وأكرر مرة أخرى أنه في إطار ثنائي نعمل مع الشركاء والحلفاء، ولكن حين نجتمع في هذا الإطار كاليوم 5+1 هناك بلد آخر روسيا. نحن لا ننظر في إطار ثنائي هنا، بل تحدثنا عن ذلك اليوم، بل سنبحث مشروعات وتوجهات للتعاون معنية بالنسبة للمنطقة ككل. هذا لربما كله أمور مشابهة، ولكن هذه النظرة من زاوية مخالفة لربما تكون مهمة للجميع. وأضيف أمرا آخر، زملاء من تركمانستان قد قالوا إنه بالنسبة لبلدان آسيا الوسطى لمن لا مخرج لها إلى المحيطات من المهم التعاون مع روسيا. وفي هذا الإطار الجماعي الوسط آسيوي أننا جميعا يجب أن نبحث عن هذه الإمكانيات وقنوات الاتصال، ونحن نقوم بتنمية العديد من المشروعات المعنية بالنسبة لنا أيضا مع شركاء آخرين. وكل هذا بتوحيده معا هذا أمر هام ومثير للاهتمام وفي حينه. وكالة انترفاكس، طبعا مساءكم. لا يخفى على أحد أن بعض الدول في دول الاتحاد السوفيتي السابقة تتخوف من الأحداث في أوكرانيا. لقد التقيتم مع هذه الدول، فما هي استنتاجاتكم على خلفية استمرار العمليات القتالية في أوكرانيا؟ الدولة الوحيدة في رابطة الدول، أم أن هناك دول أخرى على هذا المستوى؟ كما ترون كل ذلك يجري وكل الأطر تعمل وهي مطلوبة بالتالي، وشركاؤنا وحلفاؤنا يريدون العمل في أطر كهذه ولا يتغير أي شيء من هنا. وبالتالي نعير الاهتمام إلى بعض الأحداث المرتبطة بالعلاقات بين أذربيجان وأرمينيا، وإلى ما يجري في طاجيكستان وكرغيزستان بين البلدين. نعرف عن ذلك جيدا. بالتأكيد الشركاء معنيون وقلقون بشأن مستقبل تطور العلاقات في التوجه الروسي الأوكراني، وهذا مسألة للبحث.
ليس هناك أي أمر فجائي، وأخطر شركائنا بذلك وأشرح لهم وجهة نظرنا، ولكن هذا لا يؤثر على طابع ونوعية وعمق علاقة روسيا مع هذه البلدان. طبعا نهاركم وكالة تاس، لقد أجريتم لقاء مع رؤساء كيرغيزيا وطاجكستان، كيف جرت هذا اللقاء وإلى ماذا توصلتم؟ جرى اللقاء بشكل بناء وبالطبع في إطار ساخن، حين تكون العلاقات في إطار ساخن يجب إيجاد نقاط التقاء، وخاصة وأنه يبدو لي أن تمكننا القيام بذلك، وعلى الأقل تقدير أن نتفق بشأن أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات لعدم استمرار القتال مجددا. والأمر المهم أيضا أن الأطراف ستتخذ خطوات هامة لإعادة اللاجئين. والأمر الثالث وهو عنصر هام أساسي يكمنه في أنها نحن لا نعول على دور الوساطة، ولكن في الحقيقة طلبوا مننا ذلك. يجب أن نقول أن الطرف الأول والثاني سيمررون لنا الوثائق ووجهة نظرهم لحل هذه المسائل، ونحن لسنا فقط سنحاول تقييم هذه المقترحات من وجهة نظرنا، بل وسنستخدم لبحث عن الحل الإمكانيات المتاحة لدينا والوثائق التي يمكنها أن تكون تشكل أساسا لاتفاق مستقبلي، وخاصة وأنه في موسكو هناك أكثر من معلومات عن الحدود بين الجمهوريات عما هو في الجمهوريات نفسها. سنرى الخرائط والوثائق وسنبحث عن الحل مع الشركاء بعدها. ككل هذا اللقاء كان مهما للغاية. طالب نهاركم قناة روسيا. لدي سؤال، أن الكثير يفكر اليوم في روسيا عن أن دور ألمانيا لم يناقش بشكل كبير في أوكرانيا، إن كانت السيدة ميركل قد أخذت موقفا متزنا فإن شولز قد اتخذ موقفا متشددا، ولكن الجميع قد نسي ما فعلت روسيا لتوحيد الشعب الألماني، و كذلك كان هناك صفحات للمصالحة، ولكن نرى الآن أمورا ليست لا تخفى على أحد بأن هناك الأسلحة الروسية تقتل الناس، فكيف يمكنكم التعليق على ما يجرى وكيف سيؤثر ذلك على العلاقات الروسية الألمانية؟ هذا خيار الناس الذين بشكل شرعي جاءوا إلى السلطة في هذا البلد أو ذاك، وهنا نتحدث عن ألمانيا. يجب بأنفسهم أن يحددوا ما الذي أهم بالنسبة لهم، أن ينفذوا اتفاقات تحالفي تتعلق بالتحالف أو تأمين مصالح شعوبهم ومصالحهم الوطنية. ووفقا لما قلتموه القادة هنا ينظرون إلى التزاماتهم من حيث الحلفاء ألمانيا في الناتو. هل هذا صحيح أم لا؟ أنا أعتبر ذلك خطأ، وهذا الخطأ يدفع ثمنه الاقتصاد والأعمال والشعب الجمهورية الألمانية، لأن هذا سيكون له عواقب اقتصادية لأوروبا ككل وخصوصا لألمانيا، ولكن وفقا للمصالح لا ينظر إلي ذلك أحد، وإلا لما كانوا بتقوية سيل الشمال الأول والثاني لم يكن هناك عمل وفقا هذين المسارين، ولكن هذا كان عامل أمان أنه في ظروف الحرجة كان يمكن تشغيل الخطين، ولكن لم يعد هناك إمكانية. هناك بقي خط واحد يبقى في طور العمل لربما، ولكن لا يتم اتخاذ قرار بهذا الشأن وقلما سيتم اتخاذه، ولكن هذا ليس شأننا بل هو شأن شركائنا. وبماذا يفكر قادة هذه الدول أو تلك؟ فهذا شأنهم، هذه نظريتي وقد طرحتها، وفي هنا جوهر المشكلة. Пожалуйста.
قناة أرتي إنترناشنال، خلال زيارتكم إلى كازاخستان لقد التقيتم مع رئيس الإمارات، وهنا في أستانا التقيتم مع رئيس تركيا. إلى أي مدى تم التحدث عن الأزمة في أوكرانيا، وكيف تقاسمت هذه الدول مع مواقفهم؟ إضافة لذلك، الصحافة التركية تتحدث عن أن هناك محادثات بين روسيا والدول الأوروبية بما في ذلك ألمانيا في إسطنبول. إلى أي مدى هذا اللقاء ممكن، وهل يمكن أن يجري ويكون فعال إن لم تتخذ كييف قرارا بالمشاركة؟ وكيف يمكن إدخال الصين والهند إلى هذه المحادثات وهذا اللقاء؟ كما نعرف، فإن الرئيس التركي السيد أردوغان قد لعب دورا هاما للحل في عديد من المسائل فيما يتعلق بالتبادل. لقد تدخل شخصيا في هذا العمل، وهناك نتيجة جيدة ونحن شاكرون له. فقد استعدنا مجندين وضباطنا، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، لقد كان مشاركا فاعلا في عملية إخراج الحبوب من أوكرانيا. للأسف هذه الحبوب أو بالحد الأدنى تصل إلى البلدان الأفقر في العالم وفقا للبرنامج الأممي، ولكن هذه مسألة أخرى. لقد بحثنا الأمر معه أيضا في إطار مباحثتنا بالأمس، وقد كان يقف مع أن توجيه هذه الحبوب إلى البلدان الأفقر، ولكن هذا الأمر يجب أن يعمل عليه الأمين العام للأمم المتحدة. أعمل أنه يعمل، ولكنه لا ينجح في كل شيء. الإمارات العربية المتحدة أيضا مستعدة للدور الوساطة، ويجب أن أقول هنا أن رئيس الإمارات العربية المتحدة يعمل على ذلك، بما في ذلك على أسئلة مسائل الإنسانية، وهذا ليس من دون نتائج، ونحن أيضا شاكرون لها. الهند والصين دائما يتحدثان عن أهمية إقامة الحوار وحل كل الأمور السلمية. نعرف موقف البلدين، إنهما حليفين الأقرب وشركاؤنا، ونحن نحترم مواقفهما، ونحن نعرف مواقف كييف. يقولون دائما أنهم يريدون إجراء الحوار وطلبوا ذلك، والآن قرروا بشكل رسمي يمنع إجراء هذا الحوار. عما يمكن الحديث هنا؟ أنا بدوري وكما تحدث في الكريملين من حيث اتخاذ القرار بالمناطق الروسية، قلنا أننا مفتحون. دائما كنا نقول أننا مفتحون، وفي إسطنبول قد توصلنا إلى اتفاقات محددة، وهذه الاتفاقات على أرض الواقع كانت تنتظر الإقرار، ولكن ما أن أخرجنا القوات خارج كييف فقدت كييف الرغبة في التواصل والحوار. في حال وصلوا إلى هذه المرحلة، تفضلوا، لربما سيكون مطلوبة جهود الوساطة لكل المعنيين بذلك. نستمر في المسألة الدولية. في CFM لقد ظهرت بعض المعلومات حول زيارتكم أو اشتراككم في مجموعة العشرين في إندونيسيا، فهل ستجرون مباراة مع جو بايدن، وهل هذا صحيح؟ يجب أن نسأله هل هو مستعد لإجراء هذا الحوار معي. أنا لا أرى أهمية، على كل حال ليس هناك أساس للحوار بعد، ولم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن السفر إلى هناك، ولكن روسيا لعلها ستشارك في هذه الأنشطة، ولكن في إطار سنفكر بذلك. أما بشأن حوار مباشر مع أي كان من مشاركي مجموعة العشرين، إلى الآن ليس هناك حديث عن ذلك. نتواصل مع بعضهم بشكل دائم. تحدثتم منذ قليل عن موقف تركيا ورئيس تركيا. تركيا أيضا تدخل في إطار مجموعة العشرين، ونحن على تواصل دائم مع الأتراك ومع بعض الشركاء الآخرين، أيضا مع رئيس الأمريكي. لم نبحث هذه المسائل. تفضل. طاب نهاركم. القناة الأولى، إن قوات الأمن والاستخبارات قالوا بأن الشاحنة التي
فجرت جسر القرم كانت مرسلة عن طريق البحر، فكيف يمكن أن تقيم روسيا هذا العمل؟ فهل يمكن لروسيا أن توقف عمل شركة النقل البحري الأوكرانية؟ فيما يخص ذلك، هل سيقضي هذا التفجير على نقل الحبوب؟ وكانت الأمن الفيدرالية رجحت أن ما يسمى بالشحنة أو المادة المتفجرة تم إرسالها عن طريق البحر من أوديسا، ولكن لم يتم التثبت إن كان ذلك عن طريق حاملات الحبوب أم لا. هذا السؤال ليس له جواب إلى الآن، ولكن في حال المسار الإنساني لإمداد البلدان الفقيرة بالحبوب، ولكن السفن لم تتوجه إلى هناك إلى الآن، في حال تبين أن هذا الممر الإنساني يستخدم لقيام بعمل إرهابية، فهذا سيضع محطة أسئلة لها حول هذا الممر، ولكن ليس لدينا المعطيات الشأنية بعده. ماذا إذا تفضلت؟ ما موقف ورد روسيا؟ الجواب بسيط، سنغلق الممر نهائيا، ولكن يجب أن نبحث عن هذه المعلومات. أف لايف، منذ أيام قد تم القبض على رجل لأنه سمع الموسيقى الأوكرانية، وهذا شيء زاد عن حده، فبعد ذلك سوف يحرمون الموسيقى وكل الفاشيون يسمعون الأوكرانية، فهل هم يعتبرون؟ فكيف تقيمون على ذلك؟ دائما نقلق بشأن محاولة إغلاق الثقافة الروسية وحظرها، وهذا محض هراء كما قال أحد الموسيقيين، إنهم مجانين فحسب، هذا ما قال الموسيقار. نحن يجب ألا نتصرف بهذا الشكل بشكل مماثل. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني، اللغة الأوكرانية هي من اللغات الرسمية في القرم، وهي جمهورية روسية في القرم. الأوكرانية تعتبر لغة رسمية كالتترية والروسية، وبالتالي هذا أمر مخالف للقانون. الأمر الثالث، لدينا في روسيا نحو 3 ملايين من المواطنين الروس الذين يعيشون دائما، هم من أوكرانيون، كيف يمكننا أن نحضر ثقافتهم ولغتهم؟ ليس هناك أفكار كهذه إطلاقا. أنا أفهم بما يرتبط ذلك، هذه أمور عاطفية على خلفية كل ما يجري اليوم. أعتقد أن الكثير من العائلات يعرفون ويسمعون الأغاني الأوكرانية والثقافة الأوكرانية. حتى إبان الاتحاد السوفيتي كان هناك أغاني مشهورة باللغة الأوكرانية. لا يجب أن ننجرف كما سبق وأجبت على سؤالكم، أو بدأت الإجابة على سؤالكم. لا يجب حظر أي ثقافة. الثقافة هنا ليست لا علاقة لها بشيء. الحكومة الأوكرانية اليوم تعتبر أنه يجب دعم النازية الجديدة والتصرفات السيئة في مدنهم الكبرى وحمل المشاعل وهلم جرا والتنزه مع الرموز النازية، فهذا لا يعني أي شيء بالثقافة الأوكرانية. طاب نهاركم. صحيفة إزفيسيا، أود أن أتحدث عن التجنيد، فهناك الكثير من المشاكل، فهناك من الخدمة ومن يترك منهم، فهل ستكون هناك قوانين محددة، وهل سيكون هناك تجنيد عام وتعبئة عامة؟ و 3,000 شخص التي تحدثت عنها وزارة الدفاع، هل هو عدد رسمي أم لا؟ بداية وزارة الدفاع افترضت رقما أقل، ليس 300,000. هذا الأمر الأول. الثاني،
ليس هناك أي إضافية يتم التخطيط له. Никаких предложений от Минобороны. لم أحصل على أي مقترحات من وزارة الدفاع. В обозримом будущем. وفي المستقبل القريب لا أرى أي شيء بهذا الشأن. أما فيما يرتبط بما تحدثت عنه هذا يتعلق بالإحصاءات الطرق الإحصاء القديمة التي لم يتم تحديثها منذ عشرات السنين وبعد أن بدأ التجنيد الاحتياطي تبين نوعية هذه الأنماط القديمة. يتم تحديث قواعد البيانات حاليا ووفقا للتقنيات الجديدة وستكون دقيقة بالحد الأقصى والنوعية ستتحسن. وهذا العمل يتم اختتامه الآن. والآن هناك 222 ألف ناس تم سحبهم إلى التجنيد من 300 ألف وأعتقد أنه في غضون تقريبا أسبوعين كل أعمال التجنيد سيتم اختتامها. بالاستمرار في هذا الموضوع نحن موجودون اليوم في كازاخستان والكثير من المواطنين الذين جاءوا إلى هنا بعد إعلان التعبئة الجزئية وكذلك هربوا إلى الدول المجاورة. هناك من يقول في روسيا بأن هناك من هرب بسيارته، كيف تقيمون هؤلاء الذين هربوا؟ أفترض عدم التحدث عاطفيا بل قانونيا، في كل حدث يجب إعطاء تقييم قانوني من شأن المواطنين. بعضهم سافر لأنهم يخشون، بعضهم سافر لأنه يريد الفرار من التجنيد وآخرون لأسباب أخرى. في كل حادث شخصي يجب إعطاء تقييم قانوني محدد والتصرف وفقا لهذا الشخص فقط على هذا الأساس. لا يمكن التصرف بخلاف ذلك. تفضل. تفضل الشاب في القميص الأبيض. شكرا جزيلا. في استمرارا لمسألة التعبئة الجزئية، اليوم بدأت تأتي معلومات أولية حول القتلى ضمن الجنود المعبئين و في موسكو. أيضا اليوم يقومون بدفن من تم تجنيده في 23 من سبتمبر. ليس لديهم أي خبرة قتالية، فكيف يتم تعبئة هؤلاء الجنود الذين ليست لديهم خبرة، مع العلم أنه منذ البداية كان يقال والأمر كان بأن من يعبأ هو فقط من يملك خبرة عسكرية وحمل سلاح. فكيف يمكن تنظيم هذه المسألة وكيف تجري عملية التعبئة حسب رأيكم؟ وسؤالي الآخر بشأن جسر القرم بعد العمل الإرهابي، كيف يمكن تعزيز الأمن في المناطق الاستراتيجية والبنى التحتية في المطارات ومحطات القطارات والمحطات الكهربائية وغيرها؟ فيما يتعلق بالتجنيد أستطيع أن أكرر ما قلته. خط التماس يمتد ل 1100 كيلومتر، وبالتالي حماية أول عمل في هذه الخطوط فقط من قبل المتعاقدين الذين يشاركون في عمل الاقتحام هذا مستحيل، ولهذا أجرينا سحب الاحتياط. الأمر الثاني، كل المواطنين الذين يتم استدعائهم يجب أن يتم تجهيزهم وتأهيلهم، وهذا يكمن كالتالي. كما قلت 222 شخص تم سحبهم لدق. الآن يتم يتجمعون في مراكز التأهيل. التأهيل يستمر من 5 إلى 10 أيام، وبعدها وفقا للتخصص العسكري يلتحقون بالأقسام العسكرية بالوحدات العسكرية، وهناك أيضا يجري تجهيز تأهيلهم من 5 إلى 15 يوما. وبعدها المرحلة الأخرى التالية في القوات المشاركة في الأعمال القتالية، هناك أيضا يتم تأهيل آخر. ومنذ البداية إلى هذا الحين بدأ التجنيد الاحتياطي.
هذا الأمر ممكن. قلت 222 ألفا من العناصر اللي تم تجهيزهم حاليا، 33 ألف شخص من المجندين الاحتياط موجودون الآن في الأقسام، و16 ألفا آخرين موجودون في أقسام لقيام بالعمل بالمهام القتالية، تنفيذ المهام القتالية. في حال برزت مسائل من التي طرحتموها فبشكل إضافي سأعطي تصريحا أو تخويلا بمجلس الأمن الروسي. هناك عسكريون وخدموا في وزارة الدفاع لديهم خبرة جيدة ويعرفون عملهم جيدا، هم خبراء من أعلى المستويات. سأعطي لهم أوامرا بإجراء بحث وتحقيقات حول كيفية إجراء التجنيد الاحتياطي. دعونا نأخذ السؤال الأخير من فضلكم كي لا نستغل وقت الرئيس. بالنسبة للأمن في جسر القرم، نعم، بعد العمل الإرهابي على جسر القرم فالوكالات ذات الصلة قد حصلت على مهام لتقوية تعزيز الإدارة وتأمين سلامة كل البنى التحتية الاستراتيجية، ويجب أن يتم أنشطة بهذا الشأن من قبل هذه الوكالات، إن كان ذلك في مواقع الطاقة مختلفة المستويات وأيضا فيما يتعلق بمجال النقل. بلدنا كبير كما تعرفون، وبالتالي سنعول وسنأمل أن العمل في هذا الاتجاه سيكون فعالا. إلى هذا الحين تم النجاح في ذلك. صحيفة كوميرسانت، كيف تقيمون بعد كل ذلك؟ هل يمكن أن تبقى أوكرانيا كدولة مثل روسيا؟ والسؤال الثاني، هل تندمون على شيء؟ أريد أن أوضح هنا، ما يجري اليوم هو أمر غير مريح بخفيف العبارة، ولكن هذا كان سيحصل ولكن بشكل أقسى، وبالتالي تصرفت بشكل صحيح وفي حينه. هل ستواصل أوكرانيا الوجود؟ هل ستستطيع أوكرانيا مواصلة الوجود؟ نحن ليس لدينا مهمة تدمير أوكرانيا. هناك 2.5 مليون من الناس في القرم، وقطعوا عنهم مياه الشرب والمياه العذبة، اضطرت القوات للتدخل وفتح تضخ المياه للقرم. هذا هو منطق تصرفاتنا، لولا فعلوا ذلك لما حصل ردة فعل، فجروا الجسر، والآن لدينا تفكير 10 مرات ومليا في تأمين التواصل مع القرم من حيث النقل. كم هل هذا الأمر هام بالنسبة للروس؟ ستعرفون، ولكن هناك ضربات مكثفة على أوكرانيا، كيف تقيمون فعالية هذه الضربات المكثفة؟ وهل ستجري ضربات أخرى؟ ليس الآن لا توجد أهمية للضربات الشاملة، هناك مهام أخرى. هناك 29 موقعاً لم يتم تدميرها كما تحدثت وزارة الدفاع، ولكننا سنصل إليها، وليس هناك من داع لهجمات شاملة إلى هذا الحين على أقل تقدير. شكرا لكم. هل هذا كل شيء؟ شكرا لكم. حسنا، سؤال آخر ختامي. شكرا لكم. ريا نوفست، يتحدثون في الناتو بأن خسارة في أوكرانيا ستصبح خسارة الناتو، هل تعتقدون بأن الناتو ستأتي بقواتها إلى أوكرانيا وستصبح الحرب كارثية؟ هذا سؤال تقني قانوني. ما هي الهزيمة؟ كل شيء يمكن أن يفهم ذلك بشكل مختلف. القرم أصبح جزء من روسيا الاتحادية في عام 2014، هل هذه هزيمة أم ماذا بالنسبة لهم؟ يجب أن نفهم المفهوم. إدخال القوات
في صدام مباشر مع الجيش الروسي. هذا أمر خطر جدا، يمكن أن يؤدي إلى كارثة عالمية. أعول على أنه سيكون هناك منطق وعقلانية لدى الآخرين ولئلا يقوموا بخطوات كهذه. شكراً.